اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من الخالفين. سبحان الله العظيم. كن فيكون. طريق البليده اقدس. انت ربي سبحانه وتعالى وشي كيصب في الوادي تنسى. السلام عليكم اصدقائي. فيديو جديد واليوم جديد. اليوم اخوتي غادي نهضر لكم على الفيضان، على امطار غزيره، على ثلوج خاص في المغرب كما شفتوا الفيديو في البدايه. اوديه خطيره خاص مدينه تيزنيت، عفوا نواحي ديال تيزنيت، الرشيديه والجزائر. بغيتو تكتشفوا التفاصيل اللي عليكم هو تبعوا الفيديو من البدايه حتى النهايه، اشتركوا في القناه ديالي، فعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد ديالي. هذا الفيديو غادي نهضروا على الفيضان، على امطار غزيره، وغادي نجاوبكم بعد اسئله على الفيضان اللي حطينا خاص على القناه ديالي اللي حققوا واحد النجاح كبير الحمد لله والشكر لله. وصلنا زياد مليون مشاهدة و 400 كا، نقولو مليون و 400 كا تبارك الله. نتمنى ان شاء الله المزيد، علاش لا نوصلو 2 مليون 3 مليون كل فيديو نوصلو فيه 2 مليون 3 مليون كلشي ممكن. اش غادي نقول لكم، عندي الثقة في النفس، عندي امكانيات باش نوصل اعلى المشاهدات خاص في بلادنا في المغرب كما كنقولو. نهضر لكم اخوتي، نبداو لكم التفاصيل على الفيضان خاص على كيما شفتوا الفيديو في البدايه. اوديه خطيره بزاف، نبدا لكم النواحي ديال تيزنيت. هاد الاوديه اش غادي نقول لكم، النواحي ديال تيزنيت كيكون فيها ربما فيضان، يقدر تكون فيها عاصفه رعديه. هادشي ماشي اليوم، هادشي منذ زمان تقريبا، ماشي غادي نقول لكم يقدر واحد 4 شهور ولا 5 شهور دازت هذا الفيضان خاص في النواحي ديال تيزنيت. وبحثنا على هذا الواد باش نبارطاجي معكم هذا الواد، تفرجوا فيه نتوما بالطريقه ديالكم اللي كيعجبكم. اما الواد الثاني ورزازات، ورزازات واحد المدينه رائعه جدا، والنواحي ديالها كيكون فيها امطار غزيره، كتكون فيها العاصفه الرعديه، وكتسبب بزاف ديال المشاكل. وقررنا باش نبارطاجي معكم هذا الواد ديال ورزازات. بالنسبه للرشيديه، المنطقه رائعه جدا، منطقه سياحيه. وثاني حاجه، فيضان في الرشيديه كيكون فيه العاصفه الرعديه، كتكون امطار غزيره، وكتسبب لهم بعض المشاكل كثيره بحال هذا الفيضان كما شفتوا هذا الفيديو. اما بالنسبه لامطار غزيره، قل من يومين هذه ولا 3 ايام اكتشفنا بانه امطار غزيره خاص في الشمال، طنجه، تطوان، مراكش، تارودانت، بعد المدن نقولوا الزلال، واكتشفنا ثلوج خاص في المناطق فاش كتكون ثلج بحال مراكش، بحال الزلال، بحال بنملال. المهم هاد النواحي ديال بنملال كيكون فيه ثلج.
المهم هادشي كامل الفيضان امطار غزيره والثلج زوين بزاف كيعطي واحد الطبيعه رائعه جدا. الثلج سقوط ثلوج خاص بعد الجبال خاص نواحي ديال مراكش كيعطي واحد الطبيعه زوينه كيجيو الناس يكتشفوا الثلوج يجيو يتزلقوا يجيو يستمتعوا بزاف ديال الحوايج كتكون رائعه جدا. امطار غزيره الفيضان الثلوج كتحطي لبلادنا طبيعه كتحطي بلادنا جمال رائع جدا. باش نكونوا واضحين هادشي كامل زوين ما كاين حتى شي مشكل. انا رايي امطار غزيره ولا الفيضان ربما كاين في المغرب ما كيسبب لنا شي مشكل واخا كيسبب بعض المشاكل بسيطه ولكن من بعد كيكون الخير ان شاء الله وكيستافدوا بزاف خصوصا الفلاحين والناس عامه المغرب كيستافد من امطار غزيره والفيضان. السدود كيعمروا ثلوج كيستمتعوا الناس كلشي كيخدم كلشي بخير الحمد لله ومالك الحمد لله. اما هادشي كامل زوين حيت حنا ما كرهناش امطار غزيره كل شهر تكون وما كرهناش الثلوج دائما نستمتعوا دائما نبارطاج معكم اي حاجه جديده. بالنسبه اخوتي النجاح ديال هاد الفيضان اللي حطيت لكم عاودته بواحد الطريقه رائعه جدا واش غادي نقول لكم انا تايق في نفسي وعارف بانه واش غادي نوصل هاد المرتبه ديال النجاح الحمد لله والشكر لله حققنا اعلى المشاهدات والمسيرة موفقة إن شاء الله ليا باش نزيد نستمتع ونحط الإبداع ديالي ونحط اللمسة ديالي في الفيديوهات اللي كنحط لكم فلاشين ديالي في القناة ديالي وعلاش لا نوصلوا مليون مشترك بإذن الله على القناة ديالي بإذن الله. هذا هو الحلم باش نوصلوا مليون مشترك ونتوصلوا بالدرع الذهبي حيت حصلنا أخوتي على الدرع الفضي. ها هو هاد الدرع الفضي كما كتشوفوه نقربوا لكم حصلنا على الدرع الفضي تحققنا الحلم الاول ولكن الحلم الثاني هو الدرع الذهبي. الحلم الكبير هو الدرع الذهبي من بعد هذا كنحصلوا عليه على 100,000 مشترك ولكن الى وصلنا على 200 300 400 500 600 700 800 900 مليون مشترك راه شي حاجه مهمه بزاف حيت حتى يوتيوب شجعتني على حسب ملي توصلت بالدرع الفضي شجعتني يوتيوب شجعتني قالت لك خصك دير واحد المجهود باش تحصل على الدرع الذهبي. هذا هو اللي كنتمناو. اما بالنسبه اخوتي بعض الناس كيسولوا واش كاين شي ربح واش الربح كاين في هذه الفيضانات. الربح اخوتي ضعيف جدا اش غادي نقول لكم الفيضان ما فيهش الربح. الفيضان شي حاجه بسيطه جدا بحال الفيديوهات اش غنقول لكم بحال هاد الفيديوهات اللي كنحطو على لاشين تلقى كل فيديو ضرب شي 10 دراهم هكاك شي 300 ريال تقريبا هاد العدد ربحنا في هاد الفيديوهات ديال الفيضان. كاع فيديو كون كاع طوب تلقى فيه ديك 20 درهم 30 درهم بحال هاد الطريقه صافي حيت المحتوى اللي كندير هنا خاص شكون كيتفرج فيا الناس ديال الجنوب الصحراء المغربيه والناس ديال الشمال كاع ما كيتفرجوا فيا بزاف الناس ديال الشمال الداخل كما كنقولوا علاش انا ما كندخلش الطوندونس حيت هما ما كيتفرجوش فيا. لو كان كيتفرجوا فيا الناس ديال كازا ديال الشمال ديال مراكش غادي نتلونسو في الطوندونس اي لحظه ولكن حنا كما قلنا الناس كيتبعونا في الجنوب هنا في الصحراء المغربيه وتحياتي للناس ديال الجنوب وتحياتي للناس ديال الصحراء المغربيه هما اللي كيتبعوني. هاد الناس اللي كيتواجدوا في الشام ما كيتفرجوش فينا داكشي علاش ما كيتسوقوش للمحتوى خاص ديال الصحراء المغربيه ولا الجنوب. ربما يوتيوبرز كيتواجد في الصحراء المغربيه ما كيتسوقوا ليش كيتفرجوا شي حاجه ربما كما قلنا الشمال ما كيتسوقوش للجنوب كيتسوقوا غير من اكادير الفوق تماما. ونتمنى ان شاء الله يكون خير. بالنسبه للارباح ديال اليوتيوب ضعيفه جدا بزاف وانا الهدف ديالي هو كما دائما كنقول لكم هو نحصل على مليون مشترك ونحصل على الدرع الذهبي. من بعد نوصل مليون مشترك كاينين بعض الشركات غادي نخدم معاهم ملي غادي نحصل على مليون مشترك ديك الساعه غادي نبدا نربح. اما دابا اخوتي الارباح ديال القناه ديالي كلهم اش غادي نقول لكم شي حاجه قد الحال وصافي. عندي خدمه اخرى كنخدمها في الانترنت ومالك الحمد وعندي الصير بزاف حاليا كتوجد في مدينه الداخله في الصحراء المغربيه باقي ما صورت لكم المعبر ديال الكاكيرات باقي ما صورت لكم فانسانك باقي هنا باقي هنا باقي هنا باقي هنا بزاف ديال المكان رائع جدا تكتشفوا على القناه ديالي خاص في مدينه الداخله ان شاء الله. كل حاجه بوقتها ان شاء الله باذن الله.